السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من نيسان تحديدا من قضاء الكحلاء. احنا اليوم متوجهين إلى الأهوار اللي انضمت من ضمن لائحة التراث العالمي. احنا نتمنى اليوم نقضي أوقات سعيدة بالأهوار، شوية درجة الحرارة مرتفعة ولكن ما بداخل المكان اللي احنا متجهين إليه جميل ويستحق ان احنا نروح نسلط الضوء عليه. حياكم الله، ولكن قبل ما نوصل وقبل ما نتوجه من الكحلاء لازم نتسوق. ايش نتسوق؟ ناخذ السمك الرهيب واللذيذ وناخذ المسواق ونتعرف على اهلنا هنا وننطلق الى الاهوار. السلام عليكم. هذا شنو السمك؟ هذا سمتي. هذا سمتي. وهذا غريب. ذا غريب وهذا شوكي. أيمتى سوقتي؟ سوقت الصبح. مين جي؟ الصبح جت ناس هنا تبيع واشتريت منه. والله. تبي الأهوار؟ لا هو اللي جاي واشترينا. أي تشرف. تشرف فيه. نشكره. مشكورة يا أمه. الله يخليكم. وهذا شنو هذا؟ حجية. شلونك يما؟ هذا وطبخ. شو أخبارك؟ تضحكين ها؟ هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ هاي ما؟ شنج ها؟ هذا شنو؟ شنج. شنج. اي بعد الله يساعدك. هلا بعد روحي شلونك يما؟ حبيبي كل الهلا بعد روحي. خير خير. نعم شايفينكم شوفك بدل الزواج جيت والزهر. شلونك هلا حبيبي؟ اليوم عدنا اليوم التغدون والصالون. الله. والزهرة. تسلمي. اي اليوم كل يا بعد روحي. اوه روحي. يا حبيبي. اطبخها. شاش تريد يا بعد روحي فدوه لك كل شيء. نانا يمه. لا تصور انت تطلعنا بس فدوه. لا لا عاد عاد عاد. لا زحمه استحي. بالعكس خلي الناس تشوف الكرم والضيافه. اي بالعباس روحي هاي روحي احطها لكم. الله يخليك بيتك عامر. غير اولادنا انت. اي والله. شايف منين جينا احنا وانت منين جيت؟ الله يحميك ويحفظك. هذا سمت وهاي شوك وهاي شلوق. شلوق. مين تسوقينه؟ منا من ولد يجيبونه من الهور. هم ترحين؟ هم ترحين تسوقينه؟ لا والله منا نشتري. وعلى من الشارع. عيشتنا على هاي، وش واحد وواحد، حكومتها والشرطة واحد وواحد، موظف واحد وواحد، شركتهم واحد وواحد. والمال فقير مذبوب ما حد يريده، صدق. بس ماكو حكم عدل. حكم عدل ماكو. واحد وواحد. الله يحميكم ان شاء الله ويرزقكم. بعد روحي يا خاله بس يكفينا بشربنا. احنا هسه نريد بس الشفيان الشر. صح. بحكومه مذبوبين وبنا مقتول واحنا ساكتين لان فقره ما عندنا نط فلوس. الله يحميك. ايه بعد قلب احمد الله والديك. هاي مو هاي باميه. هاي باميه. تعلم ها؟ ام جواد. ام جواد ام كاظم. هلا يمه. هلا بعد خيلي. شلونك يمه؟ الله يسلمك يا بعدهم. حمى الله والدي بخير الحمد لله. باميه ها؟ اي باني وبصلات وطرحات. اتشرف. والله كريم. الله كريم. يقول اللي ما ياكل ميده محرم. اي والله. اي فدي وروح لك الله كريم. شنو الاخبار حجيه؟ خير من الله. عساك بخير. ما اقول ماكو. نحن هذا اللي حصل ناكله. الحمد لله. يلا وانت بعد ها؟ شلون هالعماره؟ لا زينه بخير. والكحلاء؟ زينه كلها زينه. زينه؟ اي. نريد نروح للاهوار. اهلا وسهلا، نعرض لكم بالخدمه اليوم. تسلمين. اي والله ايش عبالكم بتطرحها؟ اقول لك يمه. ها يمه. شنو تنصحينا؟ وين نروح بالاهوار؟ شنو نسوي هناك؟ سووا لنا طابق وسمك. اي. اي ونسه ورحمه من الله، كون الله يحفظكم ويستركم. يا بعد يمه. مشكوره وكاظم. بدي اروح لك عيوني، اهلا وسهلا. عد خضرة. وين؟ ها خضرة. عد رقي. رقي زين. والله شو طيبة رقي زين. كم رقي؟ لا صار. خيرينة زينة. نريد رقيات. هذا خوش رقيات. هذا خوش رقيات.
شويه مو زينه. هسه مو زينه بعد خلى علي. حجي هاي مو زينه. هسه ولا بعد هاي هذا الموجود. الثانية بعد كانت تخربون الكل ويذبون علي. خلينا نشوف الثانية والله. خلينا نشوف صدق هاي زينة؟ لا ما شوف شلون رقم هاي زين تابع الشين هاي ناخذها زين وهاي بلا هاي هم اكسرها خربت ورقيعتها كلها صدق هاي يمكن اي هم زينه هاي مو زينه لا والله زينه والله زينه وعلى حكي واري هاي هاي ما اخذها وهاي ما اخذها اخذ بس هاي يلا تاخذ ها بيش هاي بل واي حجي خلينا على حسابك يا لا لا شاكا وياك لا لا حجيه بعد شنو ناخذ كلهن نريدهن طبعا احنا نريد نعرف المشاهدين بالناشط البيئي واللي ما حد يجي الميسان او الاهوار الا من خلال هذه الموسوعه والبوابه المشرفه لهذه المدينه حبيبي لي الشرف شكرا جزيلا صالح احمد شخصية محترمة ومعروفة ممتن احنا راح نروح هسه للاهوار احنا راح نروح للاهوار من بعد ما سوقنا السمك والخبز والاغراض نجي من هنا ناخذ المشروبات الغازية على اعتبار انه هناك السماء والطارق يعني انت والمي والطبيعة ما راح يصادفنا اي شيء فان شاء الله راح تكون رحلة موفقة اليوم وانا حريص انه تطلعون بانطباع حسن وجميل وجيد وتنقلون صورة حسنة يا رب انه على ايدكم تزدهر السياحة في ميسان يا الله واحنا متجهين للأهوار لازم نعبر على قريتين قرية الردة وقرية أبو خصاف مثل ما قاعد تشوفون المنظر رهيب وعجيب حتى التنفس بهذا المكان يختلف طبعاً الردة هي معروفة أكو أغنية لأنوار عبد الوهاب وإلى قارئ المقام هم غناها يوسف عمر يقول جيت أسألك عن الردة ليرة ومجيدي خدة جيت أسألك والتمين تسوى العمارة صوبين طبعاً الردة معروفة بأهلها وناسها أنا أحاول هنا أنا سامي جيت أبو خصاف أحاول أتعرف على أهلها وناسها إذا يعني سمحون لي جيت أسألك وانت قاعد يهيئون الطابق الطابق اسمي هو الطابق الطينية اللي الأداة اللي ينصنع عليها الطابق هم تسمى طابق والمنتج مالتها اللي هي خبزة طحين التمن هنا طحين التمن مال العنبر هم تسمى طابق ويسوونها بطريقة يعني أغلب الناس يسوونها بطريقة السردين اللي هو يسمونه الأقراص الناري أي من مخلفات الحيوانات يستخدمونها كوقود السلام عليكم عم أبو حيدر شلونك؟ أخبارك؟ طيب إن شاء الله أم حيدر شلونك؟ قاعد تحضرين لنا طابق؟ ها؟ تطلعونا بالتلفزيون. قاعد تحضرين طابق حجية؟ اي حضرت طابق. شلون تسوي؟ بس يهفت اسوي خبز وتاكل. الله يعطيك الصحة والعافية. الله والديك. ويوفقك. الله والديك. ويخليك لنا ان شاء الله. طاب عمرك الله يستر. بهاي المرحلة قاعد تحميه من جوا. اي. حتى يحمى هذا وتجيب السائل. شنو هذا؟ هذا طين وتبن. طين هذا حجية؟ اي طين. شنو طينه كشمه يجون يصبون عليه الطحين التمن المخبوط بالمي والملح يصير مثل العجينه شنو العجينه تسويها مال تمن وعجنه ماي واحطها على الطبق ويجمر عليه يطلع خبز كلش قد تسويها كلش قد تسويها باليوم مره مرتين احنا من نشتهي نسوي طابق عادي والله يوميا نسوي احنا يعني بالمزاج اي ها دير بالك اي بالمزاج يجينا خطار يريد طابق نسوي له ها والله اي الخطار يجي بس هسه بنات الوقت يسوي لنا طابق؟ لا ما يعرفون؟ ما يعرف ها والله صغير عندنا بنات ما يسوي اي ما لا يعرفون طابق ولا سياح
والله انا سيح وانا اسوي طابق. والنعم من والنعم صدق بنات الوقت هسه لا سياح ولا طابق. اكو بيهن اكو بيهن هي تحب فلكلورين تحب تاخذ من امها، يعني بعض قليل جدا تجي تلقاها تتعلم من امها من جدتها. هذا من الاكلات القديمه جدا جدا يعني. يعني يقال انه يمكن سرجون او الاكدي او احدهم لما فاضت الاراضي وانتهت زراعه الحنطه فبعد ماكو رغيف خبز، فالامر امرهم قال لهم طحنوا التمه، فمن هناك بدت عمليه السياح والطابق والتاريخيه يعني قديمه. عمي ابو حيدر شنو الاخبار هنا عندكم؟ والله الحمد لله بخير وعافيه. شنو هنا تربون؟ حيوان. اي وزراع. اي حلب؟ اي حلبن؟ اي بهن حلبن وبهن ما حلبن. مو سو هسه ما هذا النش هوايشنا اللي ها؟ ايه لا المره تحلب الهوش. اي والله انت هم ما تعرف؟ احنا بس للدواب. اي جاموس على الرجل حلبه. اي ليش شنو؟ لان هي ما توصلها شويه. ليش؟ صعبه جاموسه مو مثل الهشه. اي الدواب بالجاموس يكون اشرس. اي وهم تعويد. تعويد اي بيهم متعوده عليهم وبيهم ما متعوده عليه. بعد شنو اشوف هنا حتى خيل عندك؟ عندك خيل هنا؟ وين العجينه؟ اي عندك خيل. هاي شنو هاي؟ هاي جاموس. والبقيه ابقار. هاي جاموس ايضا. هاي هسه هنا هاي بهذا الشكل يسمونها الخلعه، اللي قرنها ينكسر يسمونها الخلعه. طبعا اكو الخلعه الكوره القطشه السدله الحوقه اللي عيونها تصير حلوات، النصبه اللي يقرونها يصير مباشره على المقابل. هسه عيون هذا حيدر. اهلا وسهلا بكم، نتشرف بكم. شلونك؟ كثير الهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. حياكم الله. الله يخليك. اهلا وسهلا شرفتونا. هذا اخو مو خطرات شيء؟ لا 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 اليفات هذا. والله هذا انا مربى هدية يعني. هذا هدية. اي اليفات. والشرسه يسمونها النذر. لا لا مو نزرات هذا. لا هاي هدية. إيه. بس اقول لك الشرسه هي نذر. هاي خلعه. إيه. هاي واقع منها قرن. حجيتنا حيدر. وين رحتي عفتينا ورحتي؟ ها؟ ما تقدر لحظة. هاي العجين سويتيها؟ غير تعلمينا يا يما شلون سويتيها؟ غير تعلميني. هسه اعلمك. شلون؟ غير تعلميني. شنو؟ اشرحي لي. شلون سويتيها؟ عجنتها وحطيتها مية صارت. هو شنو العجين اللي خليتيه؟ طحين. طحين. ها جيبي شلت انا ذيك. جيبي. طحين تمن وحطيتها عجنت تمن. ايش بيهم ما يعرفون يسوون هسه؟ شمية وعلم. اي ندري. هذه جبتيها خليتيها هنا. اي خليتها عليها مية. ايه؟ عجنيتها صارت عجين. هاي هي. رايح احطها على الطابق تصير خبزة. ما تخليها تتخمر شيء؟ لا 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 لا. ذاك الطحين مع هذا ما يختم. والله ما ادري حجيه شنو علم وما يسووه. والله ادري علم فهم. شلون الطعم مالته يختلف وطيبه بس شو تسوي؟ تقولين هذا مين اجى علينا؟ هل ابي وتعبنا؟ لا عشان يوم تسوي هذا ابو مريم شوفه يومين ثلاثه وقال سوي لنا طابق مخيط. هاي لازم تقضيها؟ اوه هاي تلفونك؟ نساعدك حجيه؟ لا شنو الفرق بين الطابق والسياح حجيه؟ السياح يختلف. شنو؟ ذاك بتاوة والسيف على نار على طباخ. اي وهذا؟ هذا لا طابق على مطبخ. طيبه
هلا بالشيخ. هلا. يبقى هذا قريب من عندها. هذا رعيتها. يا الله يفتر عينا بالمطر. هذا تخلي علي النار؟ ايه. ها؟ اي علي. هذا راح يكسر من واحد. قدم عجل الحجية الله يحميها ويحفظها. احنا نشيل هذا. روح جيب لنا الصينية. روح جيب الصينية. كبير حيدر ها؟ اي ها شوف. حيدر هم متزوج تعرف تسوي هاي الطابور؟ لا ما تعرف. شلون ابو حيدر يريد يتزوج؟ ما نخليه. لا يا يعني خليه. ايش حده؟ ها؟ من ما جبتي هاي؟ اي جدتي. هذا شنو هذا؟ كيك ها؟ كيك هذا. اللهم صل على محمد وعلى ها؟ لزمي هاي لزمي هذا. هي شو قبل ناكلها مو؟ لا ها؟ لو تكسروها لازم. جيبي جيبي. انا عبالي نسيت اللهم صل على محمد. بس لا ننحرم من الغداء استاذ احمد. لا احنا معزومين غدا بغير مكان والله. اي والله ها اي راح ناخذ طابقنا ويانا حتى من نتغدى هناك بالاهوار ناخذ هذا ويانا. شاتة بسوي لكم بعد طابق بعد ما بسوي لكم بعد واحد وتتغدون هنا تعب عليك ها شيء تعب تعب ممكن تبعتم وين يتغدون ها وين الهور تم تمشون شو احنا هواي عليك شو شلون تطبخين هاي كلها جاي شاشين شيء سوي لكم سمك شاش كثر انت مية استاذ علي بيتك عامر ماما بيتك عامر ابو حيدر مرخصك تعال هنا ايه استاذ علي تعال هنا شلون بالساعة السرني تقول لي انا اريد اتزوج عمي شاهي شنو جايزة الزلمة تاخذ اثنين وثلاثة اه شاشين هم الحق يا يمه هم كل الحق اي والله عمي الله يهنيكم غدا لا يمه تسلمين هذا اللي سويتي خير وبركة واشوف ايش بالخير والافراح اشوي لهم سمك ام مريم لا 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 والله لا والله تسلم مشكورين لا لا تسلمون مشكورين بس هذا راح ناخذه ويانا اخذوه الف عافيه اخذوه الف عافيه مشكوره حجيه تستاهل بعد روحي هلا بي طال علي نزل الغراض هسه اي هذا الخبز نزل لنا الرقيه والطابق لا تنسى هالطابق هذا طابق لا وانت جبت لنا الشمسيه عافيه اي شمسيه هاي بسم الله الرحمن الرحيم تمر غراضنا كلها هنا هسه احنا رحنا الشط هذا هي هاي منطقه ام ساعه ابو خصاف ايه. راح نركب بالشختوره مال خيري ابن مهدي وننطلق باتجاه الاهوار الفردوس المفقود قضاء الكحلاء السابق ان تسمى المسيعيده ايه. احنا هسه راح ننزل على الزورق ايه اذا تحب هم نصور السمك هنا انا هاشم هو صياد ايه. وهو صفاط آه وهو قايد سياحي ليش ما خليتنا ناخذ سمك منا احنا ولا طالنا اياه اي لا احنا ردنا غريبه نوع اسم ايه السمكه الغريبه هسه تعال شوف شلون هم تعالوا شباب تعالوا السلام عليكم قواهم الله يا خال الله يساعدك سريح 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 الله يساعدك شلون صحتك السلام عليكم زين ان شاء الله الله يحفظك شلون الله يساعدك شلونك زين شلونك عمو شلون صحتك اخبارك ها الله يساعدك حمودي شلون صحتك لا زين شلون صحتك زين الله يعزك شلونك شلونك يا حلو زين اهلا شلونك اخبارك سلام عليك شلونك عمو جواك الله خالص شلونك شلون صحتك زين ان شاء الله الله يعزك تجي وياني يلا خوش استاذ علي هلا خذ لك بصه تعال بس عبر هاي الميه شوي اه اللهم صل على محمد تعال مصطفى تعال تعال عمر مصطفى ها ضروري صار ها
هاشم شلونك عمي؟ قواك الله. اللهم صل على النبي. عمي شنو هاي نوعيتها؟ هذا شانق. كله شانق. استاذ علي هذا الشانق هو بلطي مو شانق، يعني خطا ان يسمى محليا بشانق. اي بلطي، هو بلطي، هو حقيقه البلطي المصري. منو صاده هذا عمي؟ اي والنعم. يلا احنا راح نروح نصيد ونجيب لك. اي نجيب لك ويانا؟ تعال وعلى وحكم. راح اصيد سمك وارجع لكم. مدخل الهور هذا من هنا عندنا 7 كيلو وندخل الى فم الهور. من فم الهور يعني بدايه المساحه المائيه المسطحه الى نهايه الساتر الايراني اللي راح يصادفنا تقريبا اكثر من 30 كيلو، يعني 24 كيلو بانحرافاتها تصير 30 كيلو، 34 كيلو بالعرض. هاي المساحه المسطحه فقط، يعني من دون القواهين. القاهن كلمه سومريه قديمه وتعني الممر الضيق بين القصر. القاهن هنا يسمونه قاهن ويسمونه السبل. راح نشوف القاهن، راح نطب بيها ان شاء الله. طبعا احنا الان عبرنا هذه اخر نقطه تفتيش في الحدود العراقيه. احنا الان دخلنا نقدر نقول هذه منطقه هي مشتركه لو شلون؟ لا لا مو مشتركه، منطقه عراقيه ولكن هي بها منطقه يعني هذا اخر تشيك بوينت للتفتيش العراقي. العراقي ومن بعد اكو دوريات لشرطه الحدود التحريه يعني. اي نعم. يعني احنا هسه عبرنا اخر نقطه تفتيش آخر نقطة عراقيه وباتجاه استاذ شمال علي الاهوار. هسه اريدك تلاحظ مستوى التراب ايش قد اعلى من الشاطئ، لانه احنا كل ما راح نتوغل كل ما راح ينخفض مستوى التراب وترتفع مستوى المياه الى ان التراب يغوص تحت الماء. هذه المعلومه احكي لك اياها، في كل العراق عندك امكانيه تقول ايش قد العمق الا بالعماره، وفي كل اهوار العماره عندك امكانيه تسال ايش قد العمق الا في هور الحويده، لانه هور الحويده القاع مالته منحدر. فاذا سالتني ايش قد العمق بالهور اقول لك باي كيلو متر، لانه كل ما تتوغل اكثر كل ما يزداد عمق. مباشره على ايدك اليسرى تلاحظ المضيف ذاك. هذا المضيف سويته وزارة الموارد المائية من بعد ما أدرج الأهوار على لائحة تراث العالم. هذا المضيف هذا ممكن أي واحد يزوره؟ يعني ممكن أي واحد يزوره. إحنا ممكن نجيب سواح للأهوار، كنا فقط مستأذن من مركز إنعاش الأهوار، نحصل على ترخيص الدخول ويسمحون لنا بدخوله. يعني هو مكان جميل. استاذ احمد مثل ما شفنا الحلال موجود، هذا اللي الجاموس هذا المن، هذا الحلال الجاموس ما يحتاج راعي يرعى، هو يعني اهله بعيدين فد 5 7 كيلو 10 كيلو، هو يجي بوحده هنا ياكل ويشرب ويرجع بوحده، لانه ذكي، هو الجاموس ذكي جدا، لذلك هو متروك، يعني يجي ياكل ويشرب ويرجع لبيته بدون ما يحتاج لراعي يرعى. قريت لك مره كتبت ميسان مدينه السحر، الحب والجمال. الحب والجمال، الحب اكيد من شعراها ومبدعيها، ولكن الجمال هذا اللي احنا يعني حرام يعني اي شخص ما شايف هذا الجمال. انا الان ارى الاندهاش بعيونك بهذا المكان، ولكن اتمنى انه تاجل الاندهاش لما بعد هذه القصبات، لانه هناك راح يبدا السحر. بعدنا احنا ما شايفين الهواء، احنا بعد لنا 500 متر هاي راح ندخل لها. اللي يميز هور الحويزه بالعماره عن الاهوار البقيه بالناصريه او بالبصره هو البركتم والنعاج. سميت بركتم والنعاج نسبه الى طائر البجع، هنا طائر البجع يسمونه نعجه ماي، نعجه من باب الكبر لانه تشبه حجمها كبير فيشبهوها بانثى الخروف، يقولون مثل النعجه.
فسميت أم منعاج لهذا، ولكثرة ورود طائر البجع شتاء بهذا المكان سموها بهذا الاسم. هسا احنا بدا المي يصفى شويه شويه نتيجه وجود الاشنات والطحالب والقصب، تدريجيا راح نوصل الى منطقه صافيه جدا تصلح للغطس للغوص، طبعا تصلح للغوص، جميله جدا. هنا اكو تنوع احيائي جميل، انواع مال اسماك، انواع مال طيور، انواع مال حيوانات، كلب الماء ماكسويل النادر بالعالم بدا يرجع هنا بهذا المكان بهاي البقعه. الغراب الابقع، الغراب الابقع اللي هو نادر، وانا هسه احب اسمع منك. انا من دهش منبهر متفاجئ مقهور. اي هذا الجمال وهذا السحر. اي يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى، بس على ما يبدو احنا هاي النعمه ما نعرف نستثمرها. انا صار لي 7 سنوات ازور الاهوار، زرته مئات المرات ان ما وصلت للالف او كذا، انتجت ما يقارب صورت 300 وكسور فيديو صغير بين 5-10 دقائق ربع ساعه ساعه، وباليوتيوب وبالفيسبوك. جيت هنا قبل 7 سنوات من كانت ماكو شيء اسمه سياحه مطلقا يعني. صديقي معاي قلت له اشهد علي شتويا راح اغير قبله السياحه من الشمال من كردستان الى الجنوب. بجهد فردي يعني؟ اي بجهد فردي يعني، هذا من باب وفاء لهذه المدينه، امي العماره امي. الله يحمي العماره والعراق، وقلت لك يعني احنا نتمنى هذا يستثمر بشكل كبير. هنا احنا يعني بلهجتنا اهل العماره يقولون نتنومس يكون بيها. اي نفتخر صح. وين ما نروح نفتخر نتنومس بهذه النعمه اللي هي جنه الله على الارض. بس حرامات احنا بطل ماي ما نقدر هنا نلقى، نروح نجيبها من داخل المدينه. صح. فهذه المفروض تستثمر وتصير منتجعات سياحيه. يعني احنا نروح نتعنى لبلدان بعيده على مود ربع من جمال هذا اللي موجود. استاذ علي، بقاء السياحه بهذا المكان مقترن بعده امور، من ضمنها ظروف سياسيه، لانه من ضمنها المعاهدات الدوليه اللي يجب ان تكون مع ايران ومع تركيا ومع سوريا، على اعتبار انه العراق دوله مصب وليس دوله منبع. يعني احنا 30% المياه مستورده من الخارج وثلث المياه ينابيع داخليه، فالثلث المياه لا يمكن ان يكفي العراق. فانت محتاج اللي يجيك بالفرات من سوريا، ومحتاج اللي يجيك من ايران وتركيا من يعني من مياه دجله. انا اشوف الطحالب والاسماك. اي لا ايه. والسمك قاعد اشوف. اي سمك. الجميل بالمكان استاذ علي، انا دائما احشي هاي النقطه، اقول احنا هسه في مكان اسميه انا اطلقت عليه اسم الصفر الكوني. صفر هنا يتعادل كل شيء، يتماثل الى الصفر. الرؤيه تقدر تشوف اخر نقطه بدون ما يعني ترمي ببصرك، لا يصطد بحاجز ولا جدار ولا كذا. انت بين السماء والماء، كانما انت داخل في فقاعه او كانما انت داخل في قطره ماء، وبين السماء والماء لا وجود للافق. تلاحظ جنابك هسه بهذا الجانب ماكو وجود للافق، حد ماكو. هنا اكو طبعا انا عندي ديباجه اكتبها وارددها، راح ارددها قدامك، واتمنى انه ما تقول علي مجنون محشوم. انا اقول اغمض عيني وافتح ذراعي واطلق لنفسي العنان بان تقول ما تشاء، فاقول يا ايتها الطاقه الكامنه في هذا المكان، لقد جئتك عارفا زائرا محبا مطلعا، هبيني من الحكمه ما لديك وهبيني من الاسرار ما لديك. هنا أتوسل بطاقة المكان بشغف وحب. أنا حين كنت طفلاً كنت أجبن طفل، كنت طفل يخاف المكانات الفارغة ويخاف المكانات المفتوحة ويخشى كثيراً، فوبيا من الظلام. أصبحت أزور هذا المكان وحدي ساعة 11:30 ليلاً، وأتجول به في وسط منطقة السوالف اللي هي المنطقة حولها موضوع الأساطير والخرافة والجن والطنطر والكذا. يعني تحسست أنه من كثر ما خدمت هذا المكان والبيئة، باتت البيئة والمكان تحبني بعد ما أخاف من عدها. يعني قامت يعني صدق، هي يعني هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى لما ينطيك إياها فعلا أنت تشوفها تنبهر كيف إذا أنت بيها. أنا هسه يعني الشعور الداخلي صعب 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 أوصفها، صعب. هسه أنا أطلب منك بس دير وجهك بهذا الجانب، شوفوا لمعة السماء والغيمة، لمعة الغيمة. هنا الخالق سبحانه وتعالى يعني
كل دقيقة عنده ريشة ويرسم لنا شكل جديد. هسه شوف باوع خلفك، باوع خلفك، هسه لو الكاميرا تطلع لنا الخلف، يعني ماكو هيك منظر. يعني شكرا لله على هذه النعمة الكبيرة، وعلى اي والله شكرا لله على هذه النعمة الكبيرة. استاذ علي، هسه احنا بمنطقه ابو عذبه ببهور الحوازه ببركه ام النعاج، وهاي راح نصعد عليها، هي جزيره عائمه من القصب اللي تسمى تشباشه. تشباشه واكو جزء من عندهم يسمونها التهله. قواك الله. هو حيله. شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ والله الحمد لله. هاي الجزيره مالت من؟ هاي مال ابو عذبه. مال ابو عذبه. بهور ابو عذبه هاي. حاكي احنا صح. اه نتشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الله، السلام عليكم. قواك الله. شلونك عمو؟ الحمد لله. ابو منو؟ ابو مهدي. ابو مهدي؟ نعم. والنعم منك. ابو منو؟ ابو سجاد. شلونك ابو سجاد؟ خليك الله. هاي اجي هنا لو ما لا انا راحتك على راحتك. شنو قاعد تسوي ابو سجاد؟ شبش انا. اللي هو اللي تصيد من عندك؟ تصيد من عندي صفية. شلون تصيد هالايام؟ والله الحمد لله وشكرا. صدتوا له ولا؟ خير من يوم الله. وين تصيدكم؟ مو من عاج. ممتاز ممتاز. عمو. اهلا. قواك الله. احنا اليوم راح نبقى هنا يمكم. ها؟ هلا بيك. نبقى هنا عادي؟ بخدمتك. انا تحت شايفك بالتلفزيون انت. شلونك؟ مبارك عباس انا شاهدك انت. مو 20 خذينا في التلفزيون. تشرف بيك. اي والله. اذا انت شايفني التلفزيون لا خلينا نبقى يمكم اليوم. حلو وش هذا؟ والله انا براحة كام ويانا. اي. والحمد لله وشكرا. احنا اليوم نتعشى سوا. اهلا وشكرا. شو تقولون؟ تمام. يلا. شنو صدت له ولا؟ والله لله قاسمه. نشوف؟ اي. خلينا نشوف. الموجود ابو منو؟ ابو فلاح. والنعم. ايه. ابو فلاح حبيبي عمو، والنعم منك. منك هذا صيد اليوم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. شنو هذا؟ هذا سمتي وبناني. هاي سمتيه. وهاي بنيه. وهاي بلطيه اللي هي يسمونها شانك. وهاي اللي هي هاي البنيه اللي هي اجمل والذ، واحنا دائما نسميها فستق الاسماك. هاي السمتيه، هاي البنيه مال عماره مال هور الحويزه مال بركه ام النعاج، من اطيب والذ الاسماك. احسن. يعني احنا هذه شوي لو تقلاه؟ وهذا اسمه تقلاه تشوي كلنا يصير تمام. هذا الشلج، وايضا يسمونه ابو علياوي الى اسم ثاني. ابو علياوي. لعد هذا الفستق احنا ما جايبين منه، هم خلنا ناخذ من عندهم. ايه ونشوي. ها خاف ما يقبل ابو فلاح. هاي 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 الفستق هاي. ايه خذوا منه واحده اثنين فلمون فيكم. لا لا عمي لا. اتمنى نبقى وياكم، بس راح نروح بغير مكان. هلا بكم. تدون وين تبقون؟ لا بكم. تدون بغير مكان انا وش اللي بكم. تسلم ابو فلاح، سلم على العائله الكريمه. الله يسلمك وان شاء الله بكل بركه انت عمي. والله العظيم الله شاهد. نتمنى هذا المكان من اجل الشعب، من صالح الشعب. والله الله شاهد. عمو احنا نتمنى هذا المكان الجميل يكون افضل بعد. افضل افضل. بس انا اقول لك هالقله الماي، هذا الماي احنا نشع الماي. الماي قليل. والشمشم من يروح الماي تروح، وين عشتنا فواحات ابوك العشاء. لو جا ماي وايد. عشتنا بس نحصل. ما عندك غيرها. لا عندك راتب، لا عندك شيء. هاي الشمشي. لو الماي شويه بها مجال طالبونا يسوون هالبس انتم. والله عمو احنا ننقهر، يعني ننقهر لما نشوف هذا ما يستثمروه بشكل صحيح. والله نعم. ثروه كبيره هاي، بي ثروه تغذي العراق. الله وكيله. حق الحسين ابو عبد الله. من عايبها بنا وبهاي شي نكتال ما بيه. روح الهور السواعد اكو نكتاله كشي ما بيه. هاي ثروه نعمه خير من الله تغذي. شوف ناس ما تقدر تشيل لحم تشروي انت على الشمشي. انتوا هنا ما عندكم صيد جار. لا نتل لا سم لا. والله ابد ابد. شبشنا هذا شوف شبشنا هذا شوف شبشنا هذا. نذب النتل ابد. صيد حلال هذا. حق الحسين احنا حرام نموج منا ولا نوصل الى صندوق شل عبد. زين عمو انا بدي اسالك سؤال. قبل كان اكو هنا انا عندي معلومات اكو كان هنا صيد نتل.
ما قدرت عليه الحكومه او ما تدخلت، انتم بيناتكم اتفقتوا؟ بيناتنا شكرا رايح هنا انتم اتفقتوا بيناتكم، باقي الاماكن لا بعدهم نتل بعدهم نتل، بس هنا هذا هو نحن شيء الحمد لله وشوف. بس عمو الصيد النتل تدري شنو حكمها؟ يمكن 7 سنوات سجن هيك. حرام اصلا، حرام اصلا، حتى لا شرع شلون قبله ولا انت تقبله تدمر عائلتك او العود حرام. الصيد بالنتل اذا ما صدت وحده فعلا يموت ان الجو احتيالي، هاي المراره بها الطق يقول لك وطفي هسه يطفي على الصغار يطفي كله، وهذا حرام نموت هذا غير بعد ثروه تنقطع. لا احنا مستفادين من عنده ولا مستفادين منه عشان قد احنا ندق بها كم جبهه كله وما يقدر سمك والله نعمة هاي كلها فض شو أقول لك تغذى والله العراق كلها تغذى بس قلة الماء عندنا شوي هالماء هذا قلة ما يتغذون ما هم ضعيف الماء مو أقول لك قوي بكل شيء ماي نتلهم بعد ما يلوح على حب الله. هاي الجزيرة شوف هذا الجمال واللوحة اللي قاعد نشوفها على حب الله. وهسه استاذ احمد قرر راح ياخذنا لمكان اخر. يا الله عمي شلونك عمي؟ قواك الله شلونك اخبارك؟ ابو منو؟ ابو عدنان. والنعم منك. وين اهلك ابو عدنان؟ والله بالله معيد. والنعم منك. نانا شنو شغلك؟ والله انت صيد. صيد؟ اي الله يرزقك. الله والديك. والله يعافيك يفتح بوجهك. هلا شلونك ابو عدنان؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يجود زين ان شاء الله. عافيتك. الله يحفظك. احوالك؟ شلونك؟ زين ان شاء الله. شلونكم زينين؟ الله يوفقك. شنو عمو هنا انت تبقى هنا شنو فتره طويله؟ لا والله. ها. 4 ايام 5 ايام امشي الان. تبقى هنا بوحدك؟ لا ويا جماعتي. ها ممتاز تبقون هنا 4 ايام 5؟ اي. ما شاء الله. وين هم جماعتك؟ والله مشوا على باب الله. سيجون. يصيدون. هنا انتم شفتات بالتناوب؟ لا احنا بالنهار نشتغل. اي هسه مشوا بالليل يبونهم غزلات ويجوا. هنا ما عليكم شيء خطر هاي؟ احنا نخاف ما احنا هنا راح نبقى اليوم؟ يا وياخذ ابو عدنان ونسولف نشوي يمه، احنا جايبين سمشاتنا ويانا ونريد نقعد يمه ونسولف وياه. اهلا بك. القصب إلى مراحل، إلى أسماء كثيرة حسب مراحل نموه. من هو يأسس هاي المستعمر اللي إحنا عليها اللي اسمها الكباشة جوه يسمونه العكك، من يطلع يسمونه العنقر، من يصير بهذا العلو يسمونه شهف، من يصير قصب إذا قصبة وخضرة يسمونها قص وصنعة، إذا قصبة طويلة وطلعت بها البذور مالتها يسمونها عذبة، لذلك هذا المكان يسمونه أبو عذبة لأنه عميق جدا. فيقولون نزلنا القصبة ومعذبة وما دقت، فيقول له أبو عذبة أبو عذبة، مشت التسمية على أبو عذبة. القصبة الكلش ضعيفة هاي يسمونها زل زل. من تجي بس القصبة وتكون مهيئة للحرق للشوي يسمونها رباخ. هسه هذا يسمونه مشعل مع الرباخ. اي هسه هذا راح نشوي احنا. هسه شو نسوي؟ ما جايبين ويانا حطب، فراح ناخذ الرباخات مال عمنا ابو عدنان ونشوف فيه سالم. من جل عندنا بس نسينا ما قصينا. يلا احنا نخلي السمكه. خلينا اساعدك. دير بالك اكو ماي. ها استاذ علي هنا السمك ما يغسلوه، يعني مجرد يشقوه يفرغون احشائه ويمسحونه بقطعه قماش نظيفه بس ما يغسلون. بلاي غسل؟ ها بلاي غسل. هنا عندهم مصطلح مفهوم حلو يقولون اذا غسلتها تزفر تصير زفره، لانه الدم مالتها راح يتحرر ويدخل داخل اللحم مالتها فيصير ريحتها كلش مو طيبه. بهذا الشكل؟ بهذا الشكل يتركونها بدون غسل. وهاي مالتك هاي سويتها؟ منو بالله المضبوطة أكثر أنا لو هو؟ خيري منو؟ مو صحيح؟ حتى مو تقول أنا يومي هنا أجي. أنا أكيف تكون أنت أفضل. أكيف الناس تجي تتعلم هاي الأشياء. أبو عدنان أنت هنا تخلي رجلك جواها وكل ما تتقرب النار تدفعها. نعم.
اي يعني يقول لك هنا مو يطبخون مو بس سمك، لا يطبخون بالاضافه للتمن ها تقلون طيور هم تسوون هنا طيور. الله الجيه الجاي يا عمي نسوي طيور شو تقول؟ اي هنا الطيور المعروفه نيسان بالخضيري؟ خضيري هواي بيها اي اللي هاجر واللي يظل عندنا هنا اللي هاجر ماشي اللي هاجر ياهو اللي بسكته والخضير الخضيري هاجر اي والكوشره والبربشه والهربان والحذافه والبطه ها والمصوه اللي هاجره اي هذا والزريجي هذه كلها تاجر يظل ياهو اللي هنا يظل مغيرفي والمنيجدي والهذيكي والواخ ومجبيه ها والوردة هذا يظلون هنا طيب هذا يفرخن هنا بالهو هذا مال هاي كلها من النوادر أسماء جميلة وأغلبها طبعا كلها مو أغلبها أسماء محلية هذا اللي بيدك اسمه المردي يستخدمونه لدفع البلم ولتثبيت البلم ايه؟ وهو من الخيزران مستورد مو محلي قصب هو هذا راح نسوي بيه شاي اسوي بيه شاي وهاي الطريقه اللي انت تسويها هي طريقتهم القديمه جدا تقدر تنزله بعد على النار نزله على النار اي لا تخاف على العوده ما تحترق هاي لا ما تحترق اخليها وين لا فوق النار فوق النار فوق النار هيك هنا اي بس لا تنزلها بقيه ها نبقى ايش لازمين اي بس هي مشفيه ترى حطها من الصفحه يقولون استاذ احمد هذا الشاي النكهه مالته تختلف طبعا شو بالله خلني اسمع منه وارجع لك شو ايه. تختلف النار مو ساخنه كلش هذا اي هذا اي ويخدر على كيفه يصير بي. صدق يصير بي ريحه غريبه او ايه. احنا هسه من رخصه ابو عدنان من شوية يريد يخدر شاي أي. نفتح جزء من القبق حتى ياخذ دخان ويقطر ويا المي وينزل يرجع عليه فيكون الشاي بنكهة دخان القصب اي انا دائما اقول للاصدقاء اي هذا القلاص هنا وبهذا المكان يسوى له مليون يعني اللي يشرب هنا الشاي ما يقدر يشربه في مكان ثاني اللي ما يلقى ايش طعمه ما يلقى ايش طعمه خلصنا هو غدا هو عشاء وهسه راح نشرب الشاي ونرجع لمكاننا ان شاء الله سفره سعيده وان شاء الله طلعت بانطباع حسن جدا على العماره او على الاهوار هذا شنو هذول بعض الصيادين هاي اشاره بيناتهم بانه هذه الاشاره مال فلان هاي الاشاره مال فلان حتى يعرف الطرف الاخر صديقه يعني احنا بمنطقة الطيب بالعمارة او بميسان خارج مدينة العمارة اي نعم رايحين نوديكم لهاي المغارة اللي هي للأسف ما حد جاي مصورها وما حد يعرف بتفاصيلها نعم احنا هسه وصلنا لسر من اسرار الطيب ولمكان جميل ممكن ان ترى لانه تحوم حوله كثير من الاساطير والخرافة بانه هذا المكان قد يحتوي على الجن او يحتوي على ايه طبعا بهذا المكان وانا جاي التقيت باحد الاخوه الموجودين يقولون في يوم من الايام حاولنا ندخل فداخلين مشغلين لايت فاللايت ما مشتغل عندهم هذا يعني هو موجود يعني بس هو ما قبل نصوره ايه هذا هسه في نهايه هاي شوف ال20 متر او 25 متر
على اليمين اكو ممر. ايضا الممر بس ما يندخل، هو الممر باتجاه اليمين اذا تلاحظه، او قد يقدرون يصورون الاخوان. زين هو باتجاه اليمين. انت عندك رغبه وبحث ومجازفه، ايش عجب ما شفناك طاب جوا؟ انا يعني حفاظا على سلامتي وسلامتي الوياي، احنا هسه قاعد نسوي سياره على الريموت، نخلي عليها كاميرا الجوبرو وندزها، يعني اذا اكو شيء خلي ياخذ الجوبرو لا ياخذ. زين شنو سمعت؟ اكو واحد دخل وطلع ما يسمع ولا يشوف ولا؟ هذا البدوي يقول جدي اللي دخل بهذه المغاره بهذا المكان، وطلع حسب مصطلحه كما يستخدمه يقول طلع مخلوس. مخلوس مخلوس يعني خايف جدا. استاذ علي تشوف الحافات؟ اي شوف كانما هي اذا احد الاخوه يقدر تاخذها من قريب، هذا كانما يشبه تماما كهوف الطائر الخفاش العملاق الموجود باستراليا وبامريكا. وش هذا؟ الحجيه قالت الا تتغدون، قال يا احنا معزومين بغير مكان. هي تريد تضيفنا بطريقتها الخاصه، ها استاذ احمد؟ ايه. شنو قاعد تسوي؟ اخذ اللبن. ايه. اعطيكم اياه. يمتح حلبتي؟ مستوي. يطلع منه زبد؟ زبد يطلع منه؟ احنا ما نطلعه. خليه باللبن حتى يصير طيب وطري. استاذ علي هاي سابقا كانت بجلد الماعز. قبل بجلد الماعز ويخضونها بنفس الطريقه، وهسه تحولت الى هاي المعدن. نسميها شكوى. شكوى. حطيت الروبه. ايه. حطيت فوقها مي. ايه. وقاعد اخلط بيها. زين. وين الروبه؟ حطيتها بال. كذا خليتيها؟ ايه. زين. الروبه ما مقيمره. لا لا ما نقمر احنا. ها. ما مقيمره يعني ما مطلعين القيمر، يعني تبقى دسمه كامله الدسم. تبقى كامله الدسم. يعني ما طلع القيمر من عندها، يعني من تاكل روبه روبه بطعم القيمر، لانه الدسم مالتها باقي ما ساحبتها. لا اخوي وطيتكم اياها بخير. متعبون على اللبن. لا والنعم. والنعم منك. خليكم ملح. لا. اي اي اي. ها؟ اي بيحموض اي. خلي لهم الملح الاصلي ها؟ هسه شربوا ضيفنا. لا 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 انت ضيفنا انت ضيفنا انت ضيف. جيبي بعد الناس هاك عمر ولد. شنو هاي مرتضى؟ تعال فين. احنا وصلنا هسه لنهر الطيب اللي مناك نهر دويريج. احسنت دعني دويريج. ترى نبقى هنا يومين ثلاثة نظل نعرف كل شيء. اي والله احسنت تعرف كل شيء، اتصلت على مارتي. والله نتشرف. إلنا الشرف حبيبي. المهم هذا طبعا يعني هذا المكان هو نهاية جبال حمرين، وهذا النهر اللي هو يروح للأهوار إذا عندي معلومة صح. صح صح من موارد الأهوار صح. وهنا الناس بشكل يعني دافع شخصي مو باستثمار حكومي يجون يقضون وقت مثلا يتغدون او يتعشون، وخاصه بشهر الربيع ثالث والرابع حتى الشتويه، يعني من يبدا عندنا من 11 و12 الى شهر الرابع. للاسف هذا ما استثمر من الحكومه لا من قريب ولا من بعيد، بل بالنوروز اللي مضى استشهدوا اطفال وعوائل، لان هذه المنطقه ما للاسف البعض من عندها ما زالت هي مزروعه بالالغام. لا تزال مزروعة بالألغام وبيها علامات، وبعض الناس تتجاوز العلامات وتروح المناطق الخطرة ظنوا منهم انه ماكو شيء فيتفاجئون انه ينفجر عليهم اللغم. السلام عليكم. احنا طبعا معزومين من الاخوان دروا بينا هنا. الحجي قال لازم تجينا. ها لازم توصل لنا. تشرف بيك. شرف لنا ان شاء الله بكل بركه ان شاء الله. ابو حسين. ابو حسين هذا المستوى اللي هناك يوصل. شوف هذا هاي بقايا الجرف من يجرف المي يجرف الاغصان الاشجار. شوف وين واقفه. طبعا هاي جزء من عندها يحرقوها حتى يسهل عمليه المرور لانه ما يتخلصون منه بسهوله. بس شنو سبب هيجي سرعه الدفع مال هذا الشريط الحدودي الماطر بينه وبين ايران؟ هو شريط حدودي ماطر من سليمانيه الى الشيب، منطقه الشيب. استاذ علي هاي نهايه سلسله جبال حمرين. هنا عندنا شيء بجمال انه العماره طبعا حتى اسماء اقضيتها ونواحيها جميله، الميمونه، الكحلاء صاحبه العين الكحيله، الطيب من اسمها السلام العدل، والطيب من اسمها طيب، تنتهي بها سلسله جبال حمرين، يعني كانما العماره
رجل خير او امراه خيره وتقول للجبل تفضل استريح يمنى، يعني انزلت الجبل بطيبها وليس بالمعول او الكساره او كذا. طبعا من ضمن النعم اللي عندنا بالعراق اللي هو هذا الحسو. هذا الحسو يمكن في باقي البلدان من تريد تبني او تريد تسوي مشروع لازم شو تسوي؟ تستورد او تهيئ او عندك معامل او ما شابه حتى تستخرج وتطلع خلاصة هذا الحسو وانواعه. لكن هنا بالطيب سبحان الله هو جاهز مجرد، مو استاذ؟ هذا استاذ الطيب هي من اهم مقالع الحصو بالعراق، يعني الطيب وتشلات محافظة ميسان من أهم مقالع الحصو، كما هي البصرة مقالع للرمل، وكما نعم. هي شرقاط مقالع للكبريت. هذا هنا كثير من المعامل الكسارات والغرابيل اللي هم يأخذونه مباشرة من الأرض يدخلوا على الغربيل يطلعه حسب الأحجام. إيه. ومن بعض الناس تجي هنا للنهر تطلع بعض الأحجار الكريمة تلقى من عنده، أو بعض الأشكال الغريبة اللي ممكن تزين بيها البيوت. بس هو يعني مثلا هسه من يجي يطلع الحصو وهو من وحده الحصو بعدين يطلع، هذا ابو الشفل من يجي ياخذ كيله كيلتين ثلاثه تتفاجئ ثاني يوم نفس الحفره تلقاها مطمومه، ضغط الارض يدفع يطلع الحصو للاعلى. يعني ما نتناقص هذا المكان، ما تناقص من هاي تشوف الكميات الهائله. يعتبر هذا الحصو هو نوعي طبعا، هذا من يتكسر ويدخل بعمليه صناعه الكونكريت، من يدخل بخبطه الكونكريت قوي جدا، يعني ما بي املاح عاليه بحيث تاثر على الخبطه، ويرغبونه مهندسين والمختبر الانشائي يرغبونه. طبعا هذا النهر ايضا بي سمك الشبوطي، على اعتبار انه الشبوطي يحب الشبوط بهذا المستوى ومجرد انه تخلي الشبكه يعني وتمشي مسافه قليله الصيد هواي. أنا وصلت الآن لآخر نقطة في العراق يم هذه الدعامة، طبعاً بترسيم الحدود يخلون دعامة، يعني هي نقطة دالة اللي تفصل ما بيننا وما بين حدود أخرى سواء في العراق أو في أي بلد آخر، يعني بالرسم رسم الحدود جغرافياً يكون دعامة. طبعاً أنت هسه مجرد ترجع هنا أنت صرت في الحدود، يعني دخلت بالأراضي الإيرانية، يعني هذا باعتبار مو أنه مجرد ترجع هنا انت صرت في حدودنا اللي هي العراقيه، يعني حتى مثل ما قاعد تشوفون هذا المصفى او شو يسمونه هذا يعني مثلا العين مال النفط، هذه مو تابعه لنا، هذه تابعه لايران. يعني بهذا الشكل احنا هذه الدعامات هي تكون باي حدود مع اي بلد اخر. شكرا لكم على طيب المتابعه مشاهدينا الكرام، ألتقي بكم بحلقات اخرى على حب الله والوطن.